السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بألف خير. عيد مبارك سعيد بالصحة والسلامة وطول العمر. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم حلوة دوزتي، جوج ديال الأشكال من عجينة واحدة، اقتصادية وسهلة جدا. غادي نحتاجو في المقادير 250 غرام ديال الزبدة اللي كتكون مرخوفة، جوج ديال البيضات، خمارة واحدة وزن 8 غرام، كيس واحد ديال الفاني 7.5 غرام، قشور ديال البرتقالة واحدة مغسولة مزيان كنمسحوها من الماء وكنحكوها، ربعة ديال سنيدة 250 غرام، جوج كيسان صغار ديال الزيت النباتية أو ممكن كاس ونص ديال العنبة، والدقيق الخاص بالحلويات حسب الخليط، وقبيصة ديال الملح. غادي نبداو بالطريقة. في واحد الإناء اللي غادي نخلطو كنديرو السنيدة، 250 غرام ديال السكر سنيدة أو جوج كيسان ديال العنبة، كنضيف عليهم هذاك الساشي ديال الفاني، وغادي نضيف عليهم 250 غرام ديال الزبدة اللي كتكون مرخوفة، غنضيف 250 غرام كلها. ضيف واحد القبيصة ديال الملحة اللي ضرورية في أي حلوة، وغادي نخدم الكل مزيان حتى كينسجم السكر مع الزبدة وكنحصل على واحد الخليط بحال الكريمة. دابا غادي نضيف الزيت، جوج كيسان ديال الزيت، جوج كيسان معامرينش، ما كانوش عندكم هاد الكيسان الصغار كديروا كاس ونص ديال العنبه. بعد ما تخلطت الزيت مزيان مع الزبده كنضيف هادوك جوج ديال البيضات، كنطرب الكل مزيان، كنعاود نضيف قشره ديال البرتقال، وكنضيف ساشي واحد ديال الخميره 8 غرام. وغادي نبدا نضيف الدقيق اللي غربلته من قبل، الدقيق الخاص بالحلويات، وانا كنخلط دائما، ما كنعجنوش الحلوى، فقط كنخلطو حتى كتجمع ليا، ما كنكثروش لها الدقيق باش ما نقصحوهاش، كنجمعو كنبقاو نضيفو الدقيق وحنا كنخلطو حتى ما كتبقاش تلصق لينا في يدينا، صافي كنحبسو على الدقيق. بعد ما تجمعت ليا العجينه ديالي كنحصل عليها رطبه بهاد الشكل. كنجيب بلاطه اللي كتدخل الفران كندهنها بالزيت او كنفرش فيها الورق ديال الزبده، كنبدا ناخذ شويه من العجينه وكنشكلو على شكل غريبه بهذا الشكل، كنبسطها واحد شويه وكنحطوها في اللاطه. بعد ما ساليت الحلوه ديالي الشكل الاول، كنجيب هذا الطابع هذا ديال البطاطا او الطابع اللي كيتباع على هذا الشكل، وكنطبع الحلوه ديالي كلها او اي طابع بغيتو نتوما على حسب الرشمه اللي بغيتو في الحلوه، كندخلها للفران اللي تيكون سخون من قبل على درجه حراره متوسطه، كنشعلو من الفوق ومن التحت وكنقص عليها كنخليها حتى كطيب. بالنسبه للشكل الثاني ايضا كنشكلو على شكل غريبه، وكنجيب شي حاجه وكندير بها ثقب في الوسط بهذا الشكل هذا. كندخلوا الحلوه ديالنا الفران دائما اللي كيكون سخون على درجه حراره متوسطه، كنشعلو من الفوق ومن التحت. ملي كندخل الحلوه كنقص عليها كنخليها كطيب على نار مهيله حتى كطيب مزيان وكتحمر واحد شويه من الفوق ومن التحت، وكنخرجوها. ملي كنخرجوها كنخليوها حتى كتبرد في اللاطه، عاد كنهزوها وكنبداو نزينو فيها حسب الذوق. بعد ما كطيب الحلوه ديالي الشكل الاول اللي درت بالمرشم كنغطسها في الشكلاط الاسود اللي ذوبته، ما كنضيف عليه حتى شي حاجه، الشكلاط الاسود بوحدو مذوب، كنغطس فيه الحلوه وكنحطها فوق شي بلاستيك غذائي. بالنسبه للشكل الثاني
كنجيب المربى ديال المشماش كنسخنه مع شويه ديال ماء الزهر، وكنوضع فيه الحلوه ديالي، كنقلبها مزيان في هذاك المربى حتى كتشربو كتغلف بيه مزيان، وكنهزها كنصفيها من المربى. هنا كنختاروا المربى اللي كيكون سائل وكنديروها في الكوك او جوز الهند. كنفندها مزيان في الكوك جوز الهند، وكنعاود نهزها وكنحطها في طبق ديال التقديم حتى كنساليو كندوزوها كلها في المربى وفي الجوز الهند، عاد كندوزو نزينو هذيك الحفيرة اللي كتكون في الوسط. دابا باش نزينو ديك الحفيره اللي كتكون في الوسط كنجيبو المربى، المربى اللي كيكون سائل دائما. انا هنا اختاريت ديال الفريز، كتختاروا اي نوع بغيتو. كنضيف عليه جوج معالق كبار ديال السكر سنيده، كنسخنو فوق البوطه وكنبدا نعمر هذوك الحفيرات اللي كيكونوا في الوسط ديال الحلوه بهذا الشكل. ملي كيبرد كيلصق هذاك المربى، كيلصق على الحلوه، كيعطيها واحد المنظر زوين وحتى المذاق ديالها كيجيبني. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوة ديالنا بجوج اللي وجدنا، ساهلين اقتصاديين وكيجيو لذاذ بزاف. كنتمنى الفيديو ديالي يكون عجبكم، الى عجبكم ما تنساوش ديروا جيم وتشتركوا في القناه الى كنتو باقي ما مشتركينش، وما تنساوش تضغطوا على الجرس اللي كينحدى زر الاشتراك باش يوصلكم دائما الجديد. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.